بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع بعضنا ان شاء الله. المصطلح اللي بعد كده تخانة او سبيسر. تخانة دي بتبقى قطعة سيخ صغيرة بنحطها في حديد القمر او حديد السملات او حديد الميدات لما يكون عندي التسليح على يعني على صفين. انا عندي مثلا الحديد السفلي بتاع القمرة كان عندي مثلا 2 فاي 16، 4 فاي 16، والكاميرا 12، يعني هحط 2 فوق بعض و2 فوق بعض، يعني هحط سيخين تحت وفوقهم سيخين، بفصل بيناتهم بحاجة اسمها سبيسر أو تخانة. أو لما يكون عندي حديد إضافي عايز أحطه فوق الحديد الأساسي بفصل برضو بينهم بتخان. يبقى هي قطعة سيخ توضع بين حديد الكمرات والميدات عندما يكون هناك تكثيف في الحديد، أو وضع حديد فوقها ليعطي مسافة بين الأسياخ للسماح بمرور الخرسانة خلالهم. أهي أنا عندي صف سياخ وصف سياخ، بحط بيناتهم سبيسر اهو، وصف سياق اهو وصف سياق اهو، بحط بيناتهم سبيسر او تخانة، وده الصف ده اهو والصف ده، بحط بيناتهم عشان السياخ ما تلزقش في بعضيها والركام والخرسانة تخش في النص، فبيحصل تعشيش داخلي ومحدش بيضرب ايه. اللفظ اللي بعد كده او المصطلح اللي بعد كده الملاوينة. دي حاجة من العدة بتاع الحداد تقوم بثني وتكريب الأسياخ على اليمين الملاوينة لقطع 10، ده لقطر 10، سيخ 10 يعني، وده لسيخ 12، ده 10 و12، وده للأقطار الكبيرة شوية 16 و18. لو الأقطار زادت عن كده بيبقى فيه تناية بالكهرباء، تناية بتكسح السياخ او بتكربها، بتبقى بالكهرباء، ودي طبعا بتنجز اكتر. المهم الاداة دي اسمها ملاوينة. تعال نتكلم عن سلك الرباط. الرباط بربط السياخ. انا عندي مثلا دي سياخ الافقية، دي سياخ الفرش، والرأسية دي سياخ الغطا. المفروض بربط كل سيخ بالسياخ ببعضيها، بربط السياخ ببعضيها عشان تعمل كلها كشبكة واحدة، شبكة واحدة. دي اسمه رباط جوينت او رباط سد اهو، او ملوى، رباط سد او ملو. وده اسمه رباط شطرنج، بتلاقي قطر كده بربط سيخ واسيب سيخ اهو، سايب ده وربطت ده، سايب ده وربطت ده، وباجي فوق اعكس اسيب اللان ده واربط ده، اسيب اللي انا ربطته تحت واربط اللي فوق، بتحس ان تلاقيها في الاخر كله قطر واحد كده. ده اسمه رباط شطرنج وده اسمه رباط سد. رباط شطرنج هو ربط سيخ ويترك سيخ، اما رباط جوينت هو ربط كل نقاط الاتصال، يسمى في التنفيذ سد او ملو. الكانة طبعا انواع الكانات كتير وهنتكلم عليها، بس طالما جت في الكتاب نتكلم هنا بقى. يعني هنا كانة شاتش تقوم بتوزيع ورص الاسياخ بانتظام. الكانة الشاتش دي بعملها بالشكل ده كده اهو، زي ما حضرتك اني ماشي كده، بحيث ان يبقى فيها عيون تحت. ادي هنا الكنة دي تشيل كام سيخ؟ ادي واحدة عين تحت، واحد اتنين تلات، تشيل 3 سيخ سفلي. دي لما بعملها ببقى مش مستاهل ان انا اربط السياخ، دي بتحافظ لي على نظام بتحافظ لي على الاسياخ في اماكنها مظبوطة، تحطها كل مسافة على الاقل في القمرة، تبقى اول ونهاية القمرة مثلا، ده على الاقل عشان تحافظ على تربيط او تحافظ على اماكن الحديد الرئيسي في اماكنه بالظبط. دي حاجة اسمها كنة اوتوماتيك، هنتكلم عليها. قصدي كنة حباية. كنة حباية زي ما حضرتك شايف اهو، لما يكون عندي سيخين بس متقابلين عايز اربطهم بكنة، فبعمل لهم حاجة اسمها كنة حباية صغيرة خالص اهي اهي، نتكلم عليها ان شاء الله قدام بالتفصيل. تعال نشوف كنة الزاوية. كنة زاوية اهي، بتبدأ كده شايف حضرتك زي ما انا ماشي معاك اهو، والقفل بتاعها بيبقى هنا كده. كان زاوية بستخدمها في
عمود زاوية زي كده، عمود جاي بشكل زاوية كده أو شكل حرف ال L أهو اللي هي بالأحمر دي أهي. تعال نشوف كان عيون. كان العيون دي بستخدمها في الأعمدة بحيث إنها تحافظ لي على أماكن وضع الحديد الرأسي في الأعمدة. دي المفروض الكود بيقول لك كل متر في العمدان تحطها كل متر، وللتسهيل انت استلمها كانتين في العمود على الاقل، واحدة فوق واحدة تحت، ودي بتبقى صعبة جدا على الحداد انه يعملها. دي بتبقى كان العيون بيبقى السيخ بينزل فيها كده اهو. تعال نشوف الكان الافيز. الافيز كان بتتعمل خلف خلاف، بيبقى شكلها زي ما حضراتكم شايفين كده كده وماشية كده ماشية كده تمام. بتتحط مرة علوية كده وبتتحط مرة سفلية كده، وده عشان اثبت بيها الوتر ستوب. الوتر ستوب ده اللي هو ايه؟ الوتر ستوب ده اللي هي الحاجة اللبن اللي انت شايفها او الزرقاء اللي انت شايفها دي. دي ده شيت من البلاستيك ومادة تانية كده ما اعرفش اسمها، عشان تمنح تسرب المية في الاماكن اللي انا وقفت فيها صب. يعني لو وقفت صب مثلا في حيطان ريتيننج وول، بحطها رأسية او افقية على حسب المكان اللي وقفت فيه صب، وبحطها عند التقاء اللبشة بالريتيننج وول او القواعد المسلحة بالريتيننج وول، عشان في هنا طبعا فاصل، انا بصب اللبشة الاول والريتيننج وول بعدين. عشان كده بعمل حاجة اسمها كيكر. الكيكر ده بغطي منه نص الوتر ستوب والنص التاني بغطيه مع الحيطة. المهم ده مش موضوعنا، موضوعنا دلوقت اللي هو كان الافيز اللي بثبت بيها الوتر ستوب. كان افيز بعمل لها كده، وفي الصورة التانية بعمل لها عكس عكاس، واحدة كده وواحدة كده، وبحط الوتر ستوب في قلبها عشان تثبتها كويس، ولازم ان الوتر ستوب تبقى رأسية. كان درج. دي المتاليت بتاعت السلم، بسلح بها الدرج بتاع السلم، ودي ممكن تبقى فاي 8، المينيمم بتاعها فاي 8. هي ملهاش اي لازمة، هي بتتحط في الرسومات وما بتتنفس تمام. وبيعملوها عشان يقاوموا الفريكشن اللي بيبقى على الدرج من كتر الطلوع والنزول. هي معمولة هي حتى كانت 8 برضو، اهي حد 8 ومعمولة كمان كل مسافة كبيرة. هي ملهاش اي لازمة، محدش بيعملها. الكان الاوتوماتيك معناها اوتوماتيك، هي ان هي مش صندوق. صندوق معناها ان هي مربع او مستطيل، مربع او مستطيل، والاتنين داخلين في بعض. انا عايز انفذ الشكل ده، بعمل المستطيل الكبير ده كده بالكانة، وبعدين بعمل المربع الصغير ده وبحطهم على بعض يبقى كده. لا الكان الاوتوماتيك بقى، لا كان اوتوماتيك تلاقيها ماشيه كده معايا، امشي مع ايدي كده وماشيه كده وماشيه كده، وبعدين تطلع كده وتلف كده وتطلع تقفل على اختها كده. بيبقى كلها في الاخر سيخ واحد، سيخ واحد وتلف كذا مره، وده طبعا اصعب من الساندو. في حاجه عندي كان شنب، دي بتستخدم في اللوس اوف الهولو بلوك او الهوردي في تصليح الاعصاب. تستخدم في اعصاب سقف الهردي، ويضع بين البلوكات وكانات كثيرة منها النجمة والصندوق والدائري تمام. نشوف السبيريكال ستيربس او الكانات الحلزونية، او بيسموها كانة سوستة. تستخدم في تقفيصة الخوازيق بحيث تلف بين التقفيصة بطريقة حلزونية، طبعا من بره الحديد الرأسي. دي الكان الحلزونية، بتبقى من حديد 8. الجنش زي ما حضراتكم شايفين ساقط من سقف اهو، استخدم لوضع النجف والمراوح في السقف. اثناء ما انا بصب وبحط الجنش اهو حديد 8 اهو، بسقطه كده وبخليه يرمي، ما يرميش على خرسانة، يرمي على حديدتين تسليح، ويفضل برضو ثانية دي كده وتتني دي كده. ده الجنش.
القاعدة دي بستخدمها عشان اتني تعمل ثاني الاسياخ حتى 32 ملي عن طريق سيخ معلوم الزاوية 45، يعني بتجيب سيخ وبتتني بيه. دي ما بتستخدمش دلوقتي كتير، دي اللي بتستخدم كتير. قاعدة ثانية الكنات بيبقى لها ايد من هنا كبيرة، بتحط السيخ كده وبتتنيه بأي زاوية انت عايزها كده او كده. السيخ بيتحط والسيخ ده بيجي هنا كده، ودي متحركة ودي ثابتة، فالسيخ من هنا ثابت ومن هنا متحرك، تقدر تعمل اي زاوية انت عايزها. ده بالنسبة للكنات. وبقى فيه تناية برضو كهربا، وبقى فيه مقص برضو يدوي، فيه مقص كهربا يقص الحديد. دي القاعدة اللي هي بعمل بها الكنات العيون عشان تعمل عين. بحط السيخ بلفه لفة كاملة، بلف القاعدة لفة كاملة عشان بلف الايد على القاعدة لفة كاملة عشان تعمل لي العيون اللي حضرتك شايفها دي. دي اسمها اشاير العمود، دي بطلع اشاير للعمود، بكمل حديد التسليح عشان يطلع فوق باشاير 60 الفاي. ده في حالة لما بيكون عندي دور تاني فوق. ده سلك رباط اللي حضراتكم شايفينه، الأداة اللي جنبه دي، ده اسمه الهوكي. بس بلف سلك الرباط بإيدي حوالين الحاجة اللي أنا أعملها، وبالهوكي بلفها جامد. الهوكي مشكلته انه بيطلع منه جزء زي كده، ده ما بيتقطعش، بيفضل موجود. يعني دي كده السلك بحطه كده وبلف بالهوك كده، يطلع لي المنظر ده في الاخر، او بيطلع لي شنايش. بيطلع لي زي شنب كده لسلك الرباط. برضو ده لو طلع بره الخرسانة بيبقى مشكلة، عشان ده ممكن يلقط صدى، والصدى ممكن يدخل جوه العنصر الخرساني. قال لك كلابة بقى، دي اسمها كلابة، الأداة دي اسمها كلابة. سلك الرباط برضو زي هو، بس ده بيتربط، بيربط ما بيطلعش حاجة. يعني الكلابة بربط بها وبقصف بها الحتة دي، يبقى كل الرباط واقف عند الحتة دي، ما بيطلعش منه شنايش أو شنب أو سلك رباط طالع بره. تكريب الحديد معناه اللي هو الحتة المايلة في الحديد، يعني كده السيخ بدل ما هو ماشي كده مستقيم، بدل بقربه الحته دي كده، اسمها تكريب او تكسيح. التكسيح بيبقى في الكاميرا، عشان التكسيح بيبقى على زاويه 45 وبيبقى كبير. الا في الليس اوف الحاجه البسيطه مش اسمها تكسيح بقى، اسمها تكريب، حاجه بسيطه قوي. الحداد اصلا غالبا بيعملها مستقيمه، وبيجي بالملاوينه يكسح زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره، التكسيحه باينه قدامكم اهي اهي. دي اسمها تكريبه، تكريبه بالملاوينه. زي التكسيح بس بتبقى خفيفة كده، التكسيحة بتبقى كبيرة. حديد الفرش والغطا، الحديد اللي بيبقى ملامس تسليح سقف مثلا سوليد سلاب او فلات سلاب، الحديد اللي بيبقى ملامس للخشب بيبقى فرش، ده طبعا في الرئة الاولى. والحديد اللي عليه بيبقى غطا. حديد الفرش هو الاتجاه السفلي في البلاطة، يكون في الاتجاه القصير، أما الغطا هو الحديد العلوي يكون في الاتجاه الطويل. الحديد العدل والمكسح والعلوي، اللي تحت ده اسمه حديد عدل، ما بيتكسحش، حديد عدل ما بيتكسحش، بيمتد من السبورت للسبورت، من العمود للعمود. الحديد المكسح اهو، ده مكسح اهو، بيمتد في بحر الدوران جزء منه، وبعدين بيطلع بكوبستة او جريدة، وبعدين بيطلع بالحتة اللي فوق دي العدلة اهي. ده عشان يقاوم طبعا الشير والمومنت النيجاتيف اللي فوق. وده الحديد العلوي الاساسي، ممكن يبقى حديد علوي اساسي، وممكن يبقى علاقات كنات. من الواضح هنا ان اقصى عزم عندي علوي، اقصى عزم. يعني الحديد الرئيسي فين؟ الحديد الرئيسي فوق، وعلاقات الكنات يعتبر تحت. انا شايف كمية الحديد الكتيرة فوق، يبقى معناها ان معظم الحديد اللي جاي على الكاميرا حديد نيجاتيف، والله اعلم. رجلة، الرجل دي اللي هي
بعملها مثلا في تصليح القمر او تصليح السملات، بمشي بالسيخ العلوي عادي خالص وبنزل به برجل، او بمشي بالسيخ السفلي عادي خالص وبطلع به برجل كده اهو، دي اسمها رجل. السيخ ماشي عادي خالص اهو وبنزل به برجل، دي اسمها رجل. الحاجة التانية شوكة برجل كباس. الشوكة العادية قلنا لحضراتكم عليها، الشوكة برجل كباس دي بعملها لما يكون عندي فرق منسوبين، ادي منسوب اهو والبلكونة بمنسوب اعلى شوية، فالشوكة المفروض تمشي كده وكده وكده وتمشي ترمي كده في البلاطة واحد ونص اللي كان تليف. طيب هترمي ازاي كده في الهواء اما المنسوب عندي قليل؟ لا بنزل بها بقى وبربطها مع الكاميرا بحيث المسافة من اول هنا كده لحد هنا كده تبقى ال دي. لو ما كفتش بتعمل لها كده برضو بتلفها كده لحد ما تحقق ال ال دي، يبقى دي كده شوكة برجل كباس. دي كده اهي اهي ماشية كده وداخلة جوه القمر. المصطلح التاني حزام او وزرة. هو سيخ يتم تربيطه في نهاية الرجل من اعلى حول محيط القاعدة بقطر 10، عشان هو مش بيشيل اي احمال، لتثبيت الارجل في مكانها. اما لو زاد ارتفاع القاعدة عن 60 سنتي فيتم وضع سيخ اخر يسمى براندا بقطر 12، ولا تزيد المسافة بين كل براندا عن 30 سنتي. يعني الارتفاع القاعدة دي ادي 1 2 3 4 5، القاعدة دي 50 سنتي، لو هي ازود من 60 بتحط برضو سيخ براندا هنا كده في النص في المكان ما انا ماشي كده بالماوس اهو، بقطر 12 سنتي، ده اسمه سيخ براندا. السيخ ده اسمه حزام او وزرة، وظيفته ان هو بيمسك الرجلين دي او الحديد الفرش عشان ما يقعش. المصطلح ده تقفيصة. الحديد الخاص بتسليح الخوازيق ده اسمها تقفيصة. تقفيصة الخازوق بيبقى سياخ طولية وبقى فيها حلقات او طواق اسمه طوق داخلي بيتلحم فيه الحديد الرئيسي، ويبقى فيه في الاخر كنة حلزونية ببيتش معينة او بخطوة معينة، هنتكلم عليها ان شاء الله في الخوازيق بالتفصيل. مكملين مع بعضينا. لفظ البادي. البادي اول حاجة، اول ما تسمع مثلا بادي السلم اول درجة في السلم، بادي الكاميرا اول كان في الكاميرا، البادي والناهي. الناهي السلم اخر درجة في السلم، ناهي الكاميرا اخر كان في الكاميرا. ما تسمع مثلا بادي التقصير بادي الاسياخ، يبقى اول سيخ في الـ في الـ في الـ في الاسياخ. دي احفظها كده على طول. انت مثلا ما يكون عندك 5 اسياخ في المتر، يا اما عندك حل من الاثنين، انا عندي ادي سيخ 2 3 4 5 6. طيب تستلم ازاي؟ تحط الشريط عند سيخ هنا كده، تحط الشريط قصدي عند السيخ ده كده، وتفتح الشريط لحد ما يديك المتر. المتر اهو، عد الاسياخ، ادي 1 2 3 4 5 اسياخ. المفروض يبقى عندك سيخ بادي. سيخ بادي يعني المتر المفروض يبقى فيه 6 اسياخ مش سيخ واحد. دي هشرحها بعد كده بالتفصيل الممل لحد ما تزهقوا منها. يعني لو فردت السيخ، لو فردت انا عندي مثلا سقف تسليحه 5 في المتر، افرد اشبك الدبله بتاع المتر في سيخ وافتح المتر بتاعه، افتح متر واحد، لازم انت تعد 6 سياخ جوه المتر مش 5، عشان بيبقى عندك سيخ بادي شابك في الدبله بتاع الـ بتاعت الـ بتاع الـ 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 المتر. لو مش عايز كده وعايز تعدهم 5 بالظبط، يبقى حط الدبله بتاع الشريط بين سيخين، تحط الدبله بتاع الشريط بين سيخين، هنتكلم ان شاء الله عليها بالتفصيل. اللفظ ده كان جناح وكان جناحين، ادي كان الجناح الواحد وكان جناحين. الكانه دي بعملها عشان اربط بها جناح من الجنب ده، والكانه دي بعملها عشان اربط بها جناحين من الجنب ده، زي الجردرز بتاعت الكباري. الكاميرا الجاهزة الكباري تقوم باتصال الجناحين على الكاميرا، ثم نضع حديد الفرش والغطا فوق الكاميرا لعمل سقف الكبر. اهي
ادي جناح اهو وجناح اهو، اللي هي كان الجناحين اللي حضرتك شايفها بالشكل ده. حديد رقتين وحديد رقة واحدة، اللي تحت دي اسمها رقة واللي فوق دي اسمها رقة، ده كده ده التسليح ده رقتين. حديد رقتين هو حديد فرش وغطا، فرش وغطا علوي وفرش وغطا سفلي. انا يعني عندك تحت اهو فرش وفوقه اللي في وش الشاشة ده غطا، ومن تحت هنا كده فرش فوقه في وش الشاشة ده كده غلط. والتسليح ده كده مش عامل نظام السندوتش اللي كنا بنقول عليه، بينهم طبعا كراسي عشان يرفع الحديد بتاع الرقة العلوية. وطبعا ده لما يكون سمك البلاطة اكبر من 16 سنتي، وده مش شرط اساسي يعني. اما حديد رقة واحدة هو صف واحد فقط، الرقة الواحدة بيبقى فرش وغطا بس، رقة واحدة زي مثلا السوليد سلاب زي كده مثلا. ادي ده رقة واحدة ودي رقتين، الرقة الواحدة فرش بالاصفر غطا اهو، والتاني فرش وغطا، والكراسي والاوتار بيناتهم. تعال برضو نشوف حاجة تاني كده. المقص بعمله لما يكون عندي مكان التقاء عزل، مكان تداخل العزوم زي اللي انا شرحتها دي، فبيضطر ان المحصلة بتبقى خارج القطاع الخرساني. فيعني مثلا هنا كده عندي شد هنا كده وشد هنا كده، السيخ ده لو كان متصل كده بالشكل ده زي الشكل ده كده هيبقى اهو شد كده وشد كده، يبقى المحصلة بره، الكفر هينطر لبره. لا، فبطلنا ان انا اعمل المقص بالشكل ده. وده طبعا من تسليح السلم، وده مهم جدا 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 في تسليح السلم، ان شاء الله هنقول عليه بالتفصيل. ده اسمه المقص، تعرف اسمه. الكانة ده اسمه قفل الكانة اهو، ده اسمه قفل الكانة اهو، الكانة بتقفل اهو. هو سيخ حديد 8 بيلف كده ويجي قافل في مكان كده 10 سنتي و10 سنتي. القفل ما يكونش في مكان واحد، يكون مرة هنا المرة دي ما فيش قفل اهو، يكون الجنب التاني يعني، ما يكونش اتنين ورا بعض عشان ما يعملش حاجة اسمه فيلير لاين او خط انهيار، يكون مكان ضعف في الخرسانة. الجوايط سيخ الاوز مثبت عند احدى طرفيه الصامولة وفي نهايته خطاف، بحيث الخطاف داخل الخرسانة لمنع الحديد والانفلات، وفي ناحية الصامولة تثبيت بلتة او بليت وتضع فوق التسليح العلوي، وتستخدم كقاعدة لوضع عمود يفتض الاعلانات او خزان علوي من الستيل او مطرقة مائية او عمدة. دي قاعدة خرسانية عادية، بحط الجوايد دي، الجوايد دي بتبقى اهي بالشكل ده عشان تعمل بوند شديد مع الخرسانة. الجوايد دي من فوق بيبقى شكلها عامل كده، الجوايد اهي المسامير دي، بحط البليتة دي كده، بتبقى رابطة الجوايد دي كده من تحت، وبعدين باجي اركب العمود الستيل هنا كده، بركبه هنا كده بيتربط هنا كده، وبيناتهم بصب جراوت عشان الجراوت مادة انشرينكتجبل، ما يحصلش تفكك للخرسانة بتاعت القاعدة يعني. دي اسمها الجوايط. المصطلح اللي معانا البرانيط. البرانيط هي حديد اضافي علوي بعمله في السقف السوليد سلاب على الكمرات، وطبعا لما بيستدعي كده بيكون فيه نيجاتيف مومنت زياده، فبعمل حديد اضافي علوي على شكل برانيط او فوق الاعمده في سقف الفلات، ودايما ما بتبقاش برانيط، بتبقى حديد اضافي علوي عدل، ما بعملهاش بشكل البرانيط. وذلك لمقاومة الترقيم وتقليل إجهادات الشد على الحديد. تكثيف كانات العمدان وتكثيف كانات القمرات. هو مصطلح يطلق على مضاعفة عدد كانات القمرات عند مناطق اتصالها بالعمدان، أو مضاعفة كانات العمدان تحت القمرات وفوق القمرات. ونوقف كانات القمرة عند وش العمود، وتستمر كانت العمدان خلال القمرة والبلاطة، وذلك لمقاومة القوى الناتجة عن الزلازل. كانت العمود هي اللي بتكمل في أي حال من الأحوال، كانت العمود بتكمل داخل القواعد، بتكمل داخل السملات،
السملات بيبقى فيها كنات بتقف، وكنات العمود هي اللي تكمل. كنات العمود بتكمل في القمرات، كنات القمرات تقف وكنات العمود هي اللي تكمل. التكثيف معناها ايه بقى؟ معناها ان انا بزود عدد الكنات. يعني شوف عدد الكنات هنا قد ايه، المسافه بين الكنات قد ايه، هنا كده زودت عشان في هنا كده شير زياده، وهنا برضو نفس الكلام. تعال نشوف حاجه تانية، كان نجمه او كان حجاب. دي بعملها في الاعمده المربعه. لما يكون عندي عدد سياخ في الارقام زي بعض 8 4 مثلا، وعندي عدد سياخ بعيد عن الارقام برضه 4، فبعمل حاجه اسمها كان حجاب بالشكل ده كده، عشان تربط الاربع سياخ اللي بره مربوطين بالكنه اللي بره دي، والاربع سياخ التانيين اللي هو دي 1 2 3 4 بربطها بكان حجاب كده. اخر حاجه كنت عايز اتكلم عليها، ده حاجه مهمه جدا، طالما هنبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى الحلقة الجاية نبدأ بأول عنصر معانا، أول تفصيلة إنشائية معانا، اللي هو الخوازيق أو البايلز. نبدأ نشوف الحدادة بتاعتها شكلها يبقى عامل إزاي، إن شاء الله نستفيد مع بعض. قبل ما نتطرق للتفاصيل عايزين نعرف إحنا بنقطع الحديد إزاي، أو أنا مش عايز أهدر حديد في الموقع. اولا السيخ بيجي بطوله 12 متر، طوله بيبقى 12 متر. طيب انا ما بستخدمش ال 12 كله، مره استخدم 4، مره استخدم 3، مره استخدم 2، مره استخدم 2.5. اهم حاجه السيخ وانت بتقطع تقطع بحكمه. ليه؟ لان انا قطعت مثلا من السيخ قطعته منه 6 متر، هيفضل كام؟ هيفضل 6 متر تستخدمها برضه، تستخدم. قطعت مثلا منه 2 متر هيفضل 10 متر، هل هتستخدمها ولا هتترمي؟ طب قطعت من السيخ 11 متر ونص هيفضل منه نص متر، دي هستخدمها؟ لا مش هستخدمها، يبقى ده هتطلع خردة في الاخر وفضل مش هستخدمها. طيب الاطوال بقى اللي انا احاول اقطعها في الموقع عشان ما تهدرش معايا، احاول لما اجي اقطع السيخ اقطعه 6 متر، بحيث انه يفضل منه السيخ الواحد يعمل سيخين، السيخ ال 12 متر يعمل سيخين بطول 6 متر. طيب وممكن اقطع 4 متر بحيث ان البقار الواحد، السيخ ال 12 متر اسمه بقار، بحيث ان البقار الواحد يديني 3 سياخ بطول 4، يبقى 3 في 4 ب 12، او احاول اقطع 3 متر بحيث ان البقار الواحد يديني 4 سياخ بطول 3 متر، او احاول اقطع بطول 2.4، لو قسمت 12 سنت على 2.4 هيديني 5 حتت، يبقى انا كده ما بهدرش، او الاسياخ اللي انا بقطعها بستفيد بيها وما برميهاش. او لو اقطع 2 متر 2 متر بحيث ان لو قسمت ال 12 متر على 2 متر يديني 6 قطع. انا ما عنديش بقى اي مشاكل في ان انا استخدم اي، ان انا اقطع اي طول، اقطع اي طول عندي، طالما اللي هيفضل هستخدم اي طول هيفضل هيقع معايا هيطب هستخدم، احاول بقدر الامكان ان انا اقلل الفضل واقلل هادر الحديد اللي عندي. هي طب مش هتعرف تتحكم فيها قوي، بس حاول بقدر الامكان. الطوبة اللي ممكن تقع عندي ممكن استخدمها في بعض الحاجات، زي مثلا ان انا اعمل كراسي للسقف الفلات سلاب مثلا، او ممكن مثلا اعمل بيها عتب الابواب والشبابيك، او ممكن استخدمها في الحديد الاضافي، او ممكن اعمل بها الاستوكات اللي بظبط بيها مناسيب الصب بتاعت السقف، استوكات بظبط بيها مناسيب الصب بتاعت السقف. ان شاء الله كده يعتبر الست حلقات دول انا بعتبرهم مقدمة، ومقدمة مهمة جدا. ان شاء الله اكمل المعلومات اللي جاية هيبقى مفيد جدا، تابعونا. هيبقى هاخد كل عنصر قرصاني، الخوازيق، القواعد، اللبش، السملات، الشدادات، اللوسقف بانواعها، سوليد، فلات، هوردي، بانل، كل اللوسقف ان شاء الله، والاعمدة والحوائط، الشير وول والريتيننج وول، كل العناصر الانشائيه اللي عندي ان شاء الله هبدا اتكلم على تفاصيل التسليح فيها بدقه، والتريكات اللي بتبقى فيها. تابعونا ان شاء الله، ارجو انكم فدت حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.